السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي برنامج حياة طيبة، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من حياة طيبة. إن ارتكاب الأخطاء في الحياة هو شيء طبيعي، والإنسان لابد له خلال عمره أن يرتكب أخطاء، وهذه هي الطبيعة البشرية الفطرية، ومستحيل أن تجد شخصا كاملا لم يرتكب أخطاء في حياته. لكن الإنسان السوي لا يرضى بتكرار الأخطاء والمواصلة في طريق الخطأ، بل يسعى للنهوض والتغيير والتطور في كل مرة بدون كلل أو مل. نعم، إنه الإنسان المثالي، الإنسان الذي لا يرضخ لقيود الفشل. ليست نهاية العالم أن أخطأت، وليست نهاية الحياة أن فشلت في عملك، في دراستك، في أي شيء. كل شيء قابل للإصلاح والتغيير إن وجدت الإرادة والعزيمة. استطعت قتل الطاقة السلبية فيك، وإن استطعت إحياء روح العزيمة، تلك الكلمة المفتاح. نعم، إنها العزيمة مفتاح النجاح وطريق التغيير. كيف أتفادى الأخطاء؟ وهل هناك علاج لتكرار الأخطاء؟ وهل الخطأ يعني النهاية؟ وما هي الطرق المثلى للاستفادة من الأخطاء؟ مشاهدي الكرام، هذه الحلقة اليوم بعنوان علاج الأخطاء بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم، واستشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. مشاهدي الكرام، بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة من خلال الجسور المختلفة عبر أرقام التواصل التي تظهر أسفل الشاشة، وكذلك عبر رقم الواتس كذلك يظهر أسفل الشاشة، وعبر صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة باسمكم جميعا. ورحب بالدكتور أيمن الشيخ، حبابك عشرة، ومساك سعيد. فن معالجة الأخطاء، وعن أي أخطاء نتحدث دكتور أيمن؟ مرحبا بك أخي يوسف، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. وحقيقة أنا سعيد جدا أن نكون سويا في هذه الحلقة، نتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي بيمسنا كلنا فردا فردا. كلامنا اليوم عن فن علاج الأخطاء. نحن قاصدين بالأخطاء يا أستاذ يوسف أي نوع من الأخطاء؟ قاصدين بالأخطاء الأخطاء الموجودة في حياتنا عموما، كيف نحن بنستطيع أن نتعامل مع الشخص المخطئ، كيف، ما هي أبرز القواعد اللي لو الإنسان التزم بها بيكون وصل لنتيجة إيجابية تجاه الطرف الثاني. يا ما نحن في حالات كثيرة جدا لما نزول يخطئ بيكون قد يكون رغبتنا أو هدفنا أنه فقط نوجهه عشان ربنا ما يسألنا يوم القيامة، أنه خلاص أنا أخليت مسؤوليتي، أنا وريتك الصح من الغلط. لا، نحن في الحلقة دي دارين الهمة تبقى أعلى، أنه أنا ما دار أنصح الناس أو أوجه الناس أو أعالج الأخطاء ايا كان نوع الاخطاء، كاب مع اولاده وبناته، كام مع بناته واولاده، كمعلم مع تلاميذه، كانا شخص مع زملائي في العمل. ما دايرين يكون هدفنا من علاج الاخطاء انه فقط نبرئ انفسنا، لا، دايرين نجمع الهدفين، انه الانسان امام الله سبحانه وتعالى يكون برأ نفسه من انه صلح الخطا، والاسمى من كده انه انا هدفي انه الطرف الثاني يتعالج، انه الطرف الثاني يتغير نحو الافضل ونحو الاحسن. نعم، هو فن يا دكتور حسن بينه، وفن فن علاج الأخطاء. صحيح. إذا في أخطاء تعالج بطريقة غير فنية ممكن تؤدي إلى أخطاء أخرى. دعنا نشوف أهمية الحديث عن هذه الجزئية. طيب، نحن بنتكلم عن فن علاج الأخطاء. الكلام حول فن علاج الأخطاء معناها نحن قاعدين نتكلم عن حاجة هي من طبيعة البشر. نعم. ودي أول حاجة بتدل على أن الموضوع مهم، أنه نحن ما قاعدين نتكلم عن حاجة فردية بتحصل، ما قاعدين نتكلم عن أشياء ممكن تحصل من البعض وما تحصل من الآخرين. لا، من أهم الأشياء اللي بتخلي الموضوع موضوع كبير أنه ده موضوع يا أستاذ يوسف نحن قاعدين نعايشه في حياتنا اليومية. ما في إنسان مننا ما بيخطئ، والخطأ هو جزء من تركيبة البشر. ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الإنسان ضعيفا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم أو لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن أهمية الموضوع رقم واحد، أن الخطأ من طبيعة البشر. الخطأ من طبيعة البشر معناها كلنا نحتاج أن نتكلم في هذا الموضوع. الحاجة الثانية اللي بتخلي الموضوع فعلا حساس، أنه علاج الأخطاء أحيانا كثيرة وليست قليلة يمتزج مع نوع من الغضب. العلاج يمتزج مع نوع من الاستعجال في علاج الخطأ. العلاج يمتزج مع نوع من الضيق من الطرف الثاني، وبالتالي الإنسان قد يستخدم أساليب، أنا وإنت والثاني والثالث وهو وهي، قد نستخدم أساليب ننوي بها علاج الخطأ، لكن نكتشف أنه نحن زدنا الطين بلة وزدنا الأمر علة، فلا بقدر نافع، بل بالعكس زاد الأمر أكثر مما كان الإنسان يتوقع. وبدل ما نحن نعالج خطأ وقعنا
وتسببنا في أن الخطأ الواحد إما صار خطأين أو أن الخطأ الواحد صار خطأ كبيرا جدا. ده الحاجة الثانية اللي بتدل لنا أن الموضوع مهم أنه له ارتباط بمشاعر الإنسان وأحاسيس الإنسان. الحاجة الثالثة اللي بتورينا أن الموضوع كذلك في غاية الأهمية أنه نحن لو لفينا وفتشنا حنلقى أنه الأساليب اللي بيتم بها معالجة الأخطاء أساليب متنوعة. بمعنى آخر اللي بينفع مع أستاذ يوسف ما بينفع مع محمد، اللي بينفع مع أيمن ما بينفع مع فاطمة، اللي بينفع مع عائشة ما بينفع. إذن كل إنسان قد يكون له مدخل خاص، تركيبة سيكولوجية يا سلام وتركيبة نفسية خاصة جدا. فأنا محتاج أنه أنا أعرف وين المدخل اللي بدخل به لفلان ده عشان أقدر أصل لهذا الأمر. دي كلها بتورينا أنه الموضوع ما سهل، هو جزء من حياتنا، هو جزء من تركيبتنا، هو مرتبط بمشاعرنا وأحاسيسنا، والناس بتختلف في استجابتها لطريقة التعامل مع موضوع تقبل علاج الأخطاء. وصل بهذا الكلام دكتور أيمن، نحن عندنا شرائح المجتمع مختلفة، يعني مثلا الخطأ عند الطفل بيختلف عن الخطأ عند الزور اللي عمره 13-14 سنة، ومراحل العمرية المختلفة بيختلف عن الزور الخاش حياة زوجية وجديد ولسه ما عارف. بالتأكيد الحديث عن هذه المراحل والتعاون معها زي ما ذكرنا قبل شوية أنه نفسيات الناس مختلفة في تقبل الأخطاء، فكذلك أعمار الناس مختلفة في وقوع الخطأ منها وفي طريقة معالجة الخطأ. على فكرة حتى الجنس بمعنى الذكر والأنثى، اختلاف الرجل من اختلاف المرأة، أحيانا اختلاف التركيبة المحيطة اللي بيعيشها هذا الرجل وبتعيش هذه المرأة. يعني باختصار شديد جدا التنوع الكبير في الموضوع بيخليه موضوع حساس. يعني أنت ممكن تلتزم بمجموعة من القواعد فتحس أنه لا دي ما نفعت. ليه؟ لأنه أنا القواعد دي ممكن أطبقها زي ما أنت ذكرت مع الطفل لكن ما بتفع مع الكبير. أنا ممكن أطبق بعض القواعد مع إنسان عنده خبرة فبيتقبل مني توجيه معين، عكس إنسان جديد في حياة زوجية، جديد في حياة عملية، فبيشعر بنوع من الصدمة في تقبل الأخطاء. إذن موقع الإنسان، عمر الإنسان، جنس الإنسان، التركيبة المختلفة لنفسية الإنسان اللي ذكرناها قبل، كل هذه لها علاقة كبيرة جدا باستخدام القواعد. عشان كده نحن الليلة لما نتكلم عن قواعد علاج الأخطاء بعدين حنحاول ناخذ القواعد اللي بتنفع مع ذيل كلهم. يعني نجيب حاجة تنفع مع ده وده 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 وده، في النهاية كل الكوكتيل ده، كل التشكيلة دي، نشوف القواعد اللي بيتناسب أنه أنا أتعامل بها مع هذا الشخص المخطئ. نعم، الخطأ يا دكتور أيمن هل عنده درجات متفاوتة؟ يعني ممكن نقول ده خطأ بسيط وده متوسط، وممكن نقول خطأ ضخم أو فادح. جميل، دي من القواعد اللي برضو حنمر عليها ونبدأ بها أسي أو نتكلم عنها أسي بما أنك أنت سألت منها أو استفسرت عنها. ليه؟ لأنه لو الناس وضعت الأخطاء كلها في حجم واحد وحاولت أنه نستخدم طريقة واحدة في العلاج حنلقى نفسنا فشلنا تماما. الخطأ الصغير لما تعالجه بعلاج تحسس المخطئ أنه الموضوع كبير جدا حيحقد عليك. ليه؟ لأنه شعر أنه هو عمل حاجة بسيطة فوجد ردة فعل أكبر من اللازم. نعم. الخطأ الكبير لما تجابه بمجابهة بسيطة جدا، مجابهة عادية، ستهون الأمر على صاحب الخطأ. نعم. معناها أنا محتاج موازنة ما بين الخطأ وما بين ردة الفعل أو التصحيح اللي أنا مفترض أعمله تجاه هذا الخطأ. نعم. طيب دكتور أيمن، إحنا لو مشينا لواحدة من النقاط المهمة، يعني ماذا نمشي لكيفية العلاج قبل ما هي نحدد مسألة إنه كيف نصلح الأخطاء؟ يعني ما أنا بقع في خطأ وفلان بقع في خطأ، زيد بقع في خطأ، في وسيلة معينة لإصلاح الخطأ؟ يعني برضو بمختلف فئات العمر. نحن ممكن نسميها قواعد. لو تكلمنا عن قواعد عامة، القواعد دي جزء منها ممكن يكون هو جزء في الكيفية، وإن كان القواعد هي حقيقة بتشمل كلام كتير، يعني فيها نقاط كتيرة جدا. أتوقع لو كل نقطة منها أخذناها وأديناها حقها يعني حنشعر أنه امتلأنا فعلا. هي ممكن القواعد دي أستاذ يوسف ممكن نسميها طرق، ممكن نسميها وسائل، ممكن نسميها علاج، لأنه هي بتجمع لي شنو؟ بتجمع لي يعني حاجة كبيرة جدا من النقاط الرئيسية. يعني لو أنا حاولت أنه أتبع النقاط دي بلقى نفسي في النهاية وصلت إلى نتيجة نهائية. فهي مجموعة من القواعد، ممكن إحنا لو أنت حابب نبدأ فيها واحدة واحدة نأخذها ونستمر فيها إن شاء الله تعالى قدر ما نقدر، ومن كل واحدة ممكن نطلع ملاحظة أو نطلع حاجة مع المداخلات ومع الاتصالات. انا متوقع انه الحلقه حتكون يعني فيها امتزاج جميل جدا ان شاء الله. حنبدا نتكلم عن القواعد اللي ممكن من خلال او يتكئ على الانسان في حل ومعالجه الاخطاء، لكن بعد نشوف الاستطلاع. رايك شو؟ جميل. طيب مشاهدينا الكرام، نشوف استطلاع عدو فريق البرنامج ونجيكم راجعين نشوف القواعد اللي ممكن يتعامل بها كل انسان لمعالجه الاخطاء اللي بيرتكبها. خليكم معنا. حياه طيبه
العلاج العلاج بس بس النزول دائما يبادر بالإيجابية. الناس دائما تبادر بالإيجابيات. والله طبعا في البداية الواحد بيستخدم الطريقة العلمية يعني في معالجة الأخطاء. يعني دائما الزول لما يواجه له مشكلة كبيرة ببدأ بتحليل يعني المشاكل خطوة خطوة. يعني مثلا في الحياة عامة مثلا يعني زول مثلا قدم لجامعة وهو يعني ما راغبة أو ما كده، بحاول إني يتماشى فيها لفترة. إذا لقى إنه يا أخي ما حيقدر يواصل فيها، ما قادر يواصل في منهاية، ما قادر يواصل في الحتة اللي ماشي فوق قضية الغاية، حيقوم شنو؟ يعني أول خطوة بقوم بضمن له جامعة تانية مثلا إنه يمشي فيها في نفس المجال ويمشي في نفس الصيد بتاعه، وبعد ذاك بيكون دائما ما يلي طموحه. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني في الأخطاء الثانية الاجتماعية الحاصلة. يعني مثلا أقول لك شنو، يعني المشاكل الحياتية مثلا اللي بتواجهك في البيت كويس، بتبدأ طبعا يعني أي مشكلة زي دي إنك تحلها زي ما بقولوا كده. يعني زول لما يكون عنده مشكلة معقدة دائما ببدأ بحل أجزاء أجزاء، يعني بتحاول تحل الجزء الأصغر فيها، بعد شوية بتمشي للأقل الأكبر منه شوية، بعد شوية بتمشي للأكبر منه شوية. بفترة الزمن والعامل الزمني بتلقى نفسك إنك قدرت تحل المشكلة دي بصورة يعني مبسطة جدا جدا. يعني دائما الإنسان ما يحاول يعقد المشاكل، ما يحاول يعقد نفسه. الخطأ مع البشر بيكون مستمر في كل نواحي الحياة بتاعتك. الحياة إذا كان حياة اقتصادية، نوع أنواع الحياة كلها يعني. فإنت بك تراجع نفسك إنك اتخذت قرار خطأ، فمن الأفضل تعالج الخطأ، تتراجع عن قرارك اللي اتخذته. فإنت إذا كان اتماديت في الخطأ بيبقى إنت يعني ارتكبت جريمة في حقك كله، في حق المنظومة اللي إنت شغال فيها. أول شيء أظن مهم بالله، كل شيء مكتوب ومقسوم. لما تقع في خطأ تستغفر ربك وما تكررها. التكرار هو المشكلة. يفترض أي مؤمن غطاء وأحسن غطاء هم التوابين. أول حاجة إذا خطأت في حق زول تعتذر له، دي واحد، ده ممكن يعالج لك خطأ. إذا مثلا خطأ ثاني عملت خطأ مثلا نقول بنيت خطأ، إنت ترتب تصير الخطأ. يعني إذا مثلا بقى الخطأ غاتي مثلا المبنى ده حينهار فيك، إنت هتضطر تزيله. لكن اذا بقى بديك سماحيه بتاعت فتره تتخطط تعالج الخطا. انا اول شيء بشوف النوع بتاعت الخطا ذات الواحد في انا جنسي شنو. هل خطا بسيط ممكن اعالجه براي، ممكن خطا كبير ممكن اشرف الناس عشان يخشوا معي في حل الخطا حقي ده. صحيح الانسان في الحياه معرض لاخطاء، واصله لو ما في اخطاء ما كان في ابليس، ولو ما في اخطاء ما كان في جنه ولا في نار. وبالتالي التوابون الزول اللي بيخطأ وبيتوب، وده طبعا والاعتراف بالذنب فضيلة وكده، في انك يعني اول حاجة تقلع تماما عن الشيء الخطأ اللي انت اكتشفته انه خطأ، سواء كان في حياتك الحياتية ولا في الدراسية ولا الاكاديمية ولا خلافه. تقلع عن هذا الخطأ اولا، ثم بعد ذلك تتوب، يعني توبة نصوحة. في بعض الاخطاء الزول بيكون ارتكبها في حقوق ناس، يعني تحاول ترد حقوق الناس. والعفو بيقولوا الناس في العيد ما عفو بس بالخشم، العفو ده يكون من القلب إلى القلب. حياة طيبة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان في حلقة حياة طيبة، والحديث اليوم عن فن علاج الأخطاء بصحبة الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل استشارة التخطيط الاستراتيجي الشخصي. شفنا الاستطلاع والناس آراء اتباينت، ما شاء الله الجمهور واعي وحاضر. دكتور أيمن، تعليق على هذا الاستطلاع الذي جرته كاميرا البرنامج. طيب، أول حاجة في فهم جيد للناس معنى أخطاء، أنه هي أخطاء متنوعة، ما بين أخطاء في حياتنا، ما بين أخطاء في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. وده مفهوم مطلوب، أنه أنا لما نتكلم عن الأخطاء بتكلم عن عموم الأخطاء، سواء أخطاء في العبادات، سواء أخطاء في التصرفات، أخطاء مع الآخرين، دي حاجة مطلوبة. الحاجة الثانية من التعليقات الجميلة جدا، الأخ اللي قال أنه أنا لابد أعرف نوع الخطأ، حجم الخطأ، لأنه في خطأ ممكن أتعامل معه براي، في خطأ ممكن الآخرين يساعدوني فيه. المهم التعليق عن التعليقات كانت متنوعة وجميلة. طيب دكتور الحقبيل، ذكرنا مسألة القواعد اللي ممكن الناس تتكي عليها في حل هذه الأخطاء وحجم نوعها. في ناس لما اخت زول يا دكتور أيمن، يعني كثرة اللوم دي لحد ما زول ده يبقى ذاته اعتاد على الخطأ. صحيح. من أهم الأشياء التي يضعها الإنسان في ذهنه وهو يعالج الأخطاء أنه ما يبقى لوام. أستاذ يوسف، في ناس مما تشوفهم بتقوم جاري. في ناس لما تشوفه بتقوم جاري، ما خوفا منه. لا، لأنه عارف أنه حيفتش فيك حاجة، لازم يطلع لك، لازم يطلع شيء. في بعض الناس
الكلام ده على فكرة ما ناس غربة، الكلام ده على مستوى الأسر، على مستوى التربية لأولادنا وبناتنا. لاحظ بتلقى بعض الأمهات ما بتشوف ولده إلا بتوجهه، أنت عملت ما حصل شافته إلا ادته توجيه. في بعض الآباء ما يشوف ولده كذلك إلا ويديه توجيه، فتلقى الولد والبيت في البيت متحفز. متحفز لشنو؟ لأنه مستعد للوم، مستعد للوم، إنه طبعا نفسياته بتكون في الواطة. ليه؟ لأنه حاسي أنه أنا أصلا الشغلة كل أنا بيشوفوني عشان يقول لي ليه سويت وليه ما سويت، ده شغل أصلا، ده شغل أمي وأبوي، ليه عملته وليه ما عملته. فتلقاه مستعد وخلاص بقت نفسياته تعبانة، وبقى مرات يكون وصل لدرجة التبلد في الأحاسيس، أنه ما خلاص جيت البيت ها يلا بسم الله بدينا، بيقول جوا قلبه طبعا بسم الله بدينا ها حيجيني كلام كده. الكلام ده موجود على مستوى العمل، على مستوى رؤساء العمل. بتلقى بعض الموظفين كاره الشغل بس عشان مديره، مديره من النوع اللي ما بقول له كلمة سمحة، طوالي يجي طوالي بيديه ملاحظات، بيديه انتقادات، وكثرة اللوم لا تأتي بخير غالبا، كما قال الشاعر: ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. هتلقى منه وين الدهر، تلقاه ما فيه عيب وما فيه خلل، ما فيه أي حاجة. فنحن محتاجين جدا أن نخط الحاجة دي في بالنا. أنس رضي الله عنه من أجمل الأحاديث عبارته اللي قاله: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هو طفل، طفل يعني شنو؟ يعني بيغلط. طفل يعني شنو؟ يعني ممكن زي ما في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل له حاجة وأنس يخليها يمشي يعمل حاجة غيره، حد من الرسول صلى الله عليه وسلم يلحق به ويقول له أمشي للحاجة قلت لك. فأنس رضي الله عنه قال: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا سلام. يعني دي على فكرة 10 سنين، أنت متخيل 10 سنين يا أستاذ يوسف؟ كلام ده كلام بتاع عمر، والكلام ده مختلف الحالات النفسية اللي بتمر بأنس رضي الله عنه والطلبات اللي بتجيه وخدمته، هو أصلا يعني واقف نفسه أمه وقفته لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما يمر بحاجة زي دي الزوج يكون مرتاح، لما يحس أن الطرف الثاني ما من النوع اللوام. فدي من أهم الأشياء، عاوز تعالج الأخطاء من القواعد الأساسية: لا تكن كثير اللوم. الناس تبغض اللوام، والله ممكن يبغضوك وما يوروك، صح؟ ما بتحس انهم كانوا قدامك، لكن جواك صدقني انت من النوع اللي كل مره بتنتقد تنتقد تلوم 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 تلوم، انت انسان غير محبوب. طيب دكتور ايمن، في بعض الشخصيات او بعض الناس بيكون الخطا عنده باستمراريه، المساله دي كيف هو يتجاوزها؟ كيف يتجاوز المخطئ ولا كيف يتجاوز الزول اللي بيتعامل مع المخطئ؟ لا، الشخص المخطئ في حد ذاته، الشخص المخطئ اللي بيتكرر منه الخطا، دي اشكاليه كبيره جدا. ليه؟ لانه القضيه ما هي قضية أنه زول ما يغلط، القضية قضية أنه زول ما يعيد الغلط مرة تانية. لا. يعني أنا أستاذ يوسف ممكن أخطئ في مجال معين ويصلحني مديري، يصلحني صاحبي، يصلحني إلى آخره، ثم بعد فترة أعود إلى نفس الخطأ. معناها الخلل فيني أنا، معناها دي مشكلة، معناها أنا محتاج أنه أنا أعيد النظر والتفكير في الموضوع. ليه أنا من النوع ده؟ ليه أنا فعلا من النوع اللي بغلط ولما يوجهوني ما بستفيد من التوجيه؟ ليه أنا من النوع اللي بغلط وبغلط مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة؟ الشخصية دي بالذات حتكون هي الشخصية المعرضة للوامين كثير. ليه؟ لأنه ما فيه فايدة، قدر ما الناس بتحاول تصلح وصاحبنا ما بيتصلح. للأسف الشخصية دي في النهاية ممكن تخسر الآخرين إذا ما كانت العلاقة علاقة دائما زي الأسرة، إذا كان علاقة شغل، إذا كانت علاقة معاملات، ممكن الزول يقول لك والله ده ما فيه فايدة، قدر ما صلحناه ما نافع معاه. فبالتالي الرسالة للزول المخطئ نقول لك لا، ما ينفع أنك تكرر نفس الخطأ وبنفس الطريقة وتتوقع من الناس أنه يجاملوك، بالعكس لا. لما يتكرر نفس الخطأ بنفس الطريقة فدي إشكالية كبيرة جدا. لكن الرسالة العكسية الدارين نوجهها للزول اللي بيوجه الناس أو الزول الداري عالج، بنقول له من أهم الأشياء: لا تطلب من الآخرين عدم الخطأ، ما تطلب منهم، ما تطلب منهم عدم الخطأ، ولكن أطلب منهم ألا يستمروا في الخطأ إذا فعلوه. ده الصح، أنت ما تقول لزول أوعى تغلط، غلطان غلطان، هو حيغلط. نعم. من ناحية حيغلط حيغلط، فأنت ما يكون هدفك أنه الناس ما يغلطوا، أنه ولدي ما يغلط، أنه بيتي ما تغلط، أنه موظفي ما يغلط، أنه زميلي في الجامعة ما يغلط، أنه أنا كبيت زميلتي في الجامعة ما تغلط معي، أنه أنا كجيران جارتي ما تغلط معي، كده صعبة. لكن خلي هدفك شنو؟ أنه أنت مقتنع أنه الخطأ طبيعة بشرية. خلي نعم. هدفك أنه المخطئ ما يستمر، ما يستمر، ما يحاول تساعده في انه هو يعالج هذه الاشكاليه. طيب دكتور ايمن، احنا نشوف فاصل ان شاء الله ونرجع زين نواصل في هذه القواعد المهمه لمعالجه هذه الاخطاء. طيب نواصل مشاهدينا الكرام ان شاء الله بعد الفاصل، وكذلك بامكانكم المشاركه في هذه الحلقه، ارقام التواصل ان شاء الله ستظهر على الشاشه ورقم الواتس سيظهر باذن الله بعد الفاصل، خليكم معنا.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم عن فن معالجة الأخطاء أو فن علاج الأخطاء. نسعد جدا بمشاركات كل الأحباب المشاهدين اللي بتابعونا داخل وخارج السودان عبر أرقام الهواتف المختلفة تظهر أسفل الشاشة، وكذلك عبر رقم الواتس، وكذلك على صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة. حبابكم عشر مرة ثانية دكتور أيمن، حبابك نواصل إن شاء الله، هنفتح المشاركة للجمهور، لكن نريد أن نواصل في هذه القواعد المهمة. في ناس يعني حق بيتكلمنا عن مسألة اللوم، همه أنه يلومك وما بوضح لك الخطأ. جميل، دي كيف نعالج؟ لما تجي الأم وتمسك الولد تضرب 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 وتمشي، تشنو ده؟ نعم. فشنو الولد بيسأل؟ فشنو الحاصل؟ شنو؟ نعم. لاحظ لما يجي الأب ينحر في ولده ويضرب يضرب يضرب ويمشي، فشنو يعني؟ لاحظ أنه في مشكلة كبيرة جدا، اللي هي مرات الخطأ ذاته أنا ما بوريه للمخطئ. بمعنى آخر، أنا ممكن أجي ودار أوجه ودار أصلح، يا جماعة فشنو أنا عملت؟ شنو وروني الحاصل شنو؟ إذن القاعدة الثالثة ممكن نجعلها من القواعد الرئيسية في موضوع معالجة الأخطاء، بين الخطأ للمخطئ، وريني في شنو. أنا أجل يا زول أنت تخالف أمر الله وتخالف أمر، يا جماعة دقيقة، أنا عملت شنو غلط؟ أنت عملت كده كده، بالله هو ده غلط يا أخي؟ أنا ممكن لما أنت وريني أكون ما عارف، أقسم بالله ما كنت عارفه غلط، وريتوه غلط خلاص حبطله ببساطة. إذن أزل الغشاوة من عيني هذا المخطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، دخل شاب، يا رسول الله إذن لي بالزنا، الصحابة كلهم قاموا عليه، الرسول خداهم وقربوا، خدت يده على كتفه، أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ لا والله يا رسول الله. في النهاية خرج وما في قلبه أبغض إليه من الزنا، يعني وراه الموضوع ما صح، انتهى الموضوع. أيوة، بين ليه الخطأ. أنا لو ما بينت الخطأ الفائدة شنو؟ الصحابي معاوية بن الحكم بيصلي، عطس واحد من الصحابة، فمعاوية بن الحكم قال له يرحمك الله يرحمك الله، ده كلام في الصلاة ما بينفع. فبدأ الصحابي يخبط له وأنه يعني عملت، فبدأ يرتعب، في شنو الحاصل شنو؟ قال ففي آخر الحديث قال: فما رأيت معلما أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن قال لي إن هذه، بعد الصلاة يعني، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وراني بالراحة الحاصل شنو. الصحابي الجليل عدي ابن حاتم الطائي، نجي ناخذ قصة عدي إن شاء الله ونشوف حاتم من برشدان. مرحبا يا حاتم. حامد، مرحبا بك حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا حامد. بالنسبة للأخطاء، والله في ناس، أنا أوجه يعني دكتور، في لما يخطأ، لما توجه يقول لك يا أخي يعني ما تخطأ، يعني الخطأ يعني يعتبروا إنه هو ذو الفاهم ذو العاقل، يقولوا الحياة دي خطأ تعملها، يقول يا أخي كيف تصوبني وكيف تقول لي كلام زي ده وبتاع، في يعني آلية زي دي هسه حلها كيف مثلا؟ ذول لما توجه يعني في الخطأ يقول لك يا اخي ما تصوبني، انا ما انت زول، يعني افتكر انه الزول اللي يكون زول اكبر منه ولا زول يعني في مستواه وكده جميل. شكرا يا حامد، واضح بالذات كده الشكل ده، انا اتعامل معه كيف مثلا لو شفت انه قاعد يعمل اخطاء اوجهه كيف يعني؟ طيب شكرا يا حامد، كتر خيرك. تحيه لحامد، كان معنا من بورسودان. في متصل ثاني. طيب دكتور ايمن، حنواصل ان شاء الله نجاوب على سؤال اخونا حامد، اللي هو مساله انه في ناس ما بيقبلوا انك تصوبه، حتى في الصلاه دي ممكن يعترض عليك لو هو اخطا في ايه او في. جميل. استاذ يوسف، نحن ما عندنا زول ما بيقبل اذا جيناه بالطريق الصح. المسؤوليه مسؤوليتنا نحن، كيف نصلح الخطا بالطريقه اللي الطرف الثاني يقبلها. بس انت عارف الطريقه دي شنو؟ الطريقه ممكن تكون انه انا ما اصلحه له، انا اخلي زول ثاني غيري يصلحه. يعني في كمية من الوسائل، في النهاية الواجب هو علي أنا كيف أصلحه بالطريقة الصحيحة. دي حنجي لها إن شاء الله. ناخذ وفاق من الجولد. مرحبا، أهلا يا وفاق. الله يحييك، مساء الخير عليك، تفضلي. ممكن أقول إن أسباب معالجة الخطأ، أولا إنسان يعترف بخطأه لله تبارك وتعالى، ثم يتوب ويطلب العفو والمسامحة من الله سبحانه وتعالى، ثم يعفي عن كل من أخطأ إليه ويطلب العفو والمسامحة من كل من إنسان أخطأ في حقه، ويبادر بالاعتذار. يعني إنسان كل ما يحترف بخطأه ويسعى إلى الإخطاء يكون قريبا من الله وقريبا من الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا وفاق، بخيرك من الجولد، تحية لك كل هنا بالشمال. سعدنا بوفاق، وعلو هي ذكرت بعض النقاط اللي صحيح. طيب مرحب ظبي من الجزيرة، مرحب بك.
هلا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أحيي الدكتور، دكتور فاضل كريم. مرحبا بك، تحية لك يا صبية، تفضلي. تفضل يحييك. هنا موضوع الأخطاء، إنه الإنسان ممكن أن نكون نحن أشخاص معينين بدلا عن أن نكون أشخاص سلبيين يعني أو مصدقين للآخرين، وإنهم على الطريق القويم. وقبل الإنسان إنه قبل ما يقدم نصيحة للشخص ما، إنه في الأول يعني يصعب الشخص ويرى الطرق حقه حق الشخصية، التكنيك حقه، كيف التعامل معه، كيف الأبواب اللي تدخل عليها بالطريقة اللي ما تكون فيها إهانة للشخصية نفسها. فبذلك إحنا إذا عرفنا الطريقة الجميلة الرائعة اللي ممكن إحنا نقدم فيها النصيحة لهذا الشخص، فهو حيتقبلنا إحنا في ذهنه أولا، وثانياً حيتقبل نفسه. نعم. وجزيلا لكم. شكرا ضبية، ديك العافية، كتر خيرك على المشاركة. تحية لوفاق وتحية لضبية. يمكن على هم اشتركوا في نقاط ركزت في كلام الأخير ضبية على مسألة إنه معرفة السبل الكفيلة اللي ممكن تخلينا نناقش الطرف الآخر بكل هدوء ونوصل له المعلومة. طيب نحن نواصل في مسألة القواعد. أستاذ يوسف، أنا بدي أربط بين المكالمتين. طيب جميل. المكالمة الأخيرة المكالمة القبالة، يعني المكالمة الأولى اللي هي أخونا سأل، أيوة حامد سأل كيف في ناس ما بيقبلوا النصيحة، والمكالمة الأخيرة اللي قالت فيها الأخت أنه لابد نشوف المدخل شنو. فأنا بقول لأخونا حامد، شوف أنت زول أكبر منك ممكن ما يقبل منك نصيحة، أنت زول طبيعته فيها نوع من الغلظة أو الجف ممكن ما يقبل منك النصيحة. يعني شنو أنه أنا أصلح الخطأ؟ أول حاجة ما لازم أنا أصلح الخطأ بنفسي، ثاني حاجة أنا ما لازم أصلح الخطأ بطريقة مباشرة. يعني في كمية من الوسائل لمعالجة الأخطاء من غير ما أنا أمشي ليزول وأقول له يا أخي في ناس ما بيقبلوا، في ناس كرامتهم بس ما بتقبل لهم أن واحد أصغر منه سن يجي يقول له كلام زي ده. الصحابة الحسن والحسين أظن لما جو يعلموا الرجل الوضوء ما قال له وضوءك غلط وده الصح، جو قال له تعال إحنا نتوضى ورينا الوضوء والغلطان فينا ياتو، والاثنين يتوضوا صح، قال لهم يا أخي إنتوا الصح وأنا الغلط. شوف الأسلوب كيف. إذا معالجة الأخطاء تحتاج إلى معرفة المدخل الصحيح للآخرين. نعم جميل، لا تعليق على المكالمات كتخرج دكتور. نعم. أيمن، نريد نشوف في حكاية أنه نحن نبين الخطأ، نبين الخطأ. نحن ذكرت أنت قصة عدي بن حاتم. نعم. نعم. نعم علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، الرسول صلى الله عليه وسلم شافه لابس صليب من ذهب. علي بن حاتم يا دوب دخل في الإسلام، كويس، أبو حاتم الطائي وهو دخل في الإسلام وهو. نعم. من الصحابة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك. قال له وثن الصليب ده لما تكون لابسه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه ده وثن. فعدي بن حاتم رضي الله عنه طرحه، رماه جدعل. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عن هؤلاء النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقام عدي بن حاتم قال له يا رسول الله هم لا يتخذونهم أربابا، النصارى ديل ما القصص ديل بالنسبة لهم ما أرباب. فإذا في مشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم احتاج أنه يوضح له، فقال له يا عدي أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال له نعم. قال له فتلك عبادتهم. إذن التوضيح من أهم الأشياء، أنه أنا المخطئ ده أوريه الصح وين أوريه الغلط وين. ياما في ناس يا أستاذ يوسف بيبادروا بتوجيه النصيحة وكأنهم قايلين المخطئ ده عارف نفسه غلطان. أنت أول حاجة، ودي موجودة حتى في الشريعة الإسلامية في مراتب إنكار المنكر، أول مرتبة اسمها مرتبة التعريف، أنه أنا أوريه غلط. في شاب بيسمع أغاني وإلى آخره وتجي تنصح وتقول له والغنى وما الغنى، يا أخي يمكن سبحان الله هو ما مطلع على أنه ده حاجة محرمة أكيدة التحريم، أو عنده شبهة في رأسه. أيوة، أيوة أنا أشرح له أوريه بعدين أبدأ أوجهه أبدأ أصلحه أبدأ إلى آخره. جميل. واحدة من الحاجات اللي نحن قاعدين نغلط فيها يا دكتور أيمن مسألة التوجيه في حد ذاته، بنستخدم بعض العبارات كأنه الزول ده يعني ارتكب جناية كبرى ويكون العبارات ما موفقة ذاتها. صحيح. نحل مكان شنو هذه الإشكالية؟ ممتاز. نحن عندنا قاعدة جميلة جدا بتقول كل كلمة قاسية يوجد لها في اللغة العربية مرادف لطيف. يا سلام، بس دي كده خدتها في بالك. أي كلمة قاسية في اللغة العربية في لها مرادف لطيف، في لها مرادف جميل. يعني باختصار لما تجي تقول الحاجة القاسية أسأل نفسك شنو الكلمة الأحلى اللي ممكن تتقال. لما تجي توجه الناس خد في بالك أنه أنا الناس ديل لو ما استخدمت معاهم الكلمة الحلوة، لو ما استخدمت الكلمة اللطيفة، الأمور ما هتمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء.
الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون لما أرسلوا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا لما أجي أتكلم مع زول يا أستاذ يوسف ما ممكن أقول له سوي كده يا أخي، أقول له رأيك شنو نسوي كده، نسوي يا سلام. نسوي يعني شنو؟ يعني أنا وإنت بقينا حاجة واحدة. أيوة يا سلام. ما رأيك لو نفعل كذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف بعض الصحابة وظهرت رائحة معينة من العمل في المسجد وما إلى ذلك، رائحة إلى آخره، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء وشاكلهم، قال لهم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. يا الله عبارة لطيفة، المرة الجاية أكيد حياتهم وهم متطهرين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه الصحابي اللي أعطى الصدقة لناس بعيدين، قال له عليه الصلاة والسلام لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. ما قال له ما لك تدي لزول بعيد، ما كانت تدي زول، لا لا تدي ما شايفه. لو ايوه شفت الكلمات الجارحه سهله وراقده، لو اعطيتها لاخوالك كان يعني. لاحظ انت الصينيين عندهم مثل جميل بيقول لك نقطه العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل من العلقم، نقطه من عسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل من العلقم. العلقم دم جدا. ايوه في النهايه الكلام السمح، الكلام الحلو، الكلمه اللطيفه في علاج الأخطاء تعتبر بلسم يشفي. يا سلام. في ناس يا دكتور يحشق مسألة الجدال، لازم يجادلك حتى لو أنت احترفت بالغلط بتاعك ولازم يجادلك مصر. الجدل لما يكون في علاج الأخطاء بيتحول من البحث عن الخطأ إلى الدفاع عن الكرامة. كده خلاص كده الموضوع كله باظ، كده الموضوع انتهى. ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، لكن بشنو؟ التي هي أحسن. بالتي هي أحسن. نعم. المشكلة شنو في الجدال يا أستاذ يوسف؟ المشكلة أنه المجادل أول ما يتحول الموضوع من نقاش إلى جدال البيحصل شنو؟ البيحصل أنه المجادل طوال حيعمل رابط ما بين الحق والكرامة. نعم. فتلقوا زمان لما كان بيناقش في الموضوع وبيحاول يصلح الخطأ كان همه كله كيف الناس تصلح الخطأ، أول ما بيجي الحكاية فيها ذات، بيقى فيها شخصيتي، بيقى فيها أنا، الموضوع يتحول لكرامة. بعد يا أخوي هي كرامتي لا لا غيره. نعم. حكاية أن أنت غلطان أنا غلطان، أنا لازم أجادل عشان أنا كرامتي دي ما تقع الواطة. فتلقى كثير من الناس، والكلام ده على فكرة مؤلم، وبيجي الزول كده في لحظات الزول بيكون ما نفسه أنه يجيه، لكن بحس فجأة أنه الحكاية بقت في كرامته. لو حاسس أنه بقت في كرامتك نقول لك آسفين جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. محقا. جميل. نشوفه بعدين دكتور أيمن. مرحبا ابو عبيده، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه انا اجيب لي غنى طيبه. الله يحييك، تسلم. وانا واسرتي من المعجبين بغنى طيبه. الله يديك العافيه. نسعد والله بمشاهدتكم لنا. والله احلف لكم ان كل الغنوات تتابع الحلم لانه غناء الطاهره اللي علمت فيه. تسلم تسلم يا ابو عبيده. سعيدين والله. ايوه اول حاجه الدعوه يعني في تصليح الاخطاء في برنامجكم، برنامج ممتاز جيد. تسلم. ممتاز جدا ومتابعه انا حاليا انا واسرتي والجيران. تحيه اليوم كلهم والله. الله يديكم العافيه. دائما يعني بحكمه، انا اقول كما ذكر الدكتور ايمن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والنور. اي اخطاء لابد ان احنا نعالجها بالحكمه. طيب. وجزاكم الله خير. شكرا ابو عبيده، كثر خيركم. سعيدين بهذه المداخله. رشا السلام عليكم، خرطوم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا يا رشا، يديك العافيه، تفضلي. تخيلي استاذين في كل فرع العمل. الله يحييك، يديك العافيه يا رشا، تفضلي. الله يبارك فيك. الله يحييك. بنتكلم عن تصحيح الاخطاء. اي فن معالجه الاخطاء. التحيه ليك ولسعاده الدكتور. الله يديك العافيه. الله يبارك فيك. اول حاجه يا استاذ يوسف نحن نقول مرجع لتربيتنا اصلا من البدايه. بحكم ان نحن الاخطاء منذ الطفوله يعني الطفل من صغير لما نجي نصححه من شيء حاجه بنصححه منها بالعنف. أنا استخدم معاه إنه الحقيقي كده نستخدم معاه الضرب من البداية، يعني هلا الطفل الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أطفالكم الصلاة السابعة وزيدهم عليها في العاشرة. ونحن الأخطاء بنجلد عليها، يعني أي خطأ أخطر الطفل يقول في الطفل بنجلده. نعم. فدي من الحاجات اللي بتخلي الإنسان هو أصلا ثاني ما يقدر نصيحة ويكون إنسان يعني بيعرف يتغوى من الخطأ. جميل. شكرا يا رشا. بيكون الخطا يعني اصلا حاجه مرفوع عليه ثاني. جميل. تخيلك رشا، شكرا. شكرا. رشا يديك العافيه، تحيه لرشا ابو عبيده. نحن سعيدين والله بمكالمته دكتور ايمن. اكيد اكيد. قلنا رشا بدات المساله لمساله التربيه، والحكايه دي بتمر من صغير انت طالما انه بدقوق على الغلط وفي الحكايه منطبعه عليك.
تمشي معك لحد ما تقدر. صحيح. المشكلة أحيانا الزول من غير ما يشعر بيربي أولاده على اللي ربوه عليه والدينه، فهي تبقى إشكالية متتابعة. فالإنسان يعرف أنه موضوع تصحيح الأخطاء جزء كبير جدا منه بيعتمد على التنشئة وعلى تعامل الوالدين في موضوع تصحيح الأخطاء. لو أنت والدينك كانوا يتعاملوا معك بطريقة راقية وطريقة جميلة جدا في موضوع تصحيح الأخطاء، صدقني حتنقولها لأولادك وللمجتمع اللي حولك بالتأكيد. نعم. سنواصل إن شاء الله دكتور أيمن في هذه القواعد لمعالجة الأخطاء، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدي الكرام، فاصل من ثم نواصل هذه الحلقة ونشوف شنو من القواعد اللي ممكن نتعلمها في فن معالجة الأخطاء. سنتيح لكم المشاركة من خلال الواتس والمكالمات، خليكم معنا. أهلا بكل أحبابنا المشاهدين داخل وخارج السودان في حياة طيبة، والحديث عن فن علاج الأخطاء. جل من الله يعني يخطئ، كلنا بنغلط، لكن بعد ذلك بيبقى العلاج، وفنية العلاج ذاته ما حكاية انه اي زول بيغلط نحن ندعي على راسه. معنا دكتور ايمن الشيخ جمعة، سهل الاستشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. اسعد جدا بانه تشاركونا في هذه الحلقة من خلال الجسور المختلفة، ارقام الهواتف تظهر اسفل الشاشة، كذلك رقم الواتس 0126 بعد مفتاح السودان 4251111. احبابكم عشرة. دكتور ايمن، نحن في بعض الاحيان يعني ممكن نعاتب الزول ونوريه الغلط، لكن ما بنديه بدائل او ندي حلول في المرحله القادمه على اساس انه ما يقع في الغلط. صحيح. جزء من النظام الاسلامي ككل، جزء من النظام الاسلامي ككل هو انك لما تمنع توري البديل شنو. دي قاعده في الاسلام. يا سلام. عموما يا سلام. ربنا سبحانه وتعالى قال واحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرام، الحل شنو؟ واحل الله البيع. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغض البصر، أمر بغض البصر. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي حث على الزواج. يا سلام. غض البصر، ها غض البصر، أنا أعيش كيف؟ طيب أنا عندي شهوة، أنا عندي الزواج. ما رؤية للمتحابين مثل النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. إذن في شنو؟ حلول. في بدائل. أنا أسوي شنو؟ نعم. أنا يا أستاذ يوسف شفت لي شافع قاعد يلغوص في الأكل ولخبط فيه، يا ولد ده كده غلط، كده ما صح، تعمل كده ليه؟ هو بعدين يعني أنا كطفل عرفت انه غلط، شاكلتني، قلت لي سوي كده، قلت لي ما تعمل كده، وده غلط وده غلط، انت كده جحجحتني. انا طريقه اكلي، انا باكل كده، الحل شنو؟ الحل ارجع 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 عن عمر بن ابي سلمة قال رآني الرسول صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحف، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني باختصار وريني اسوي شنو. قلت لي ده ما صح، الصح شنو؟ يعني ما اخذ دقه وقالوا له سوقه برا. بالضبط. يا سلام. يعني انت سلام. انا بمسك زول بتكلم عن انه الحاجه دي غلط، وانت ما مفترض تضيع زمنك في كده وكده وكده. طيب اسوي شنو؟ البديل شنو؟ دائما حاول انك تخط نفسك مكان المخطئ. دي قاعده، خط نفسك محل الزول الغلطان وفكر له في علاج بدل الحاجه العمله دي. نعم. خط نفسك مكان الانسان الواقع في الغلط وفكر في بديل، شنو البديل انا ممكن اطلع به من النقطه دي. انا لما اساعد الزول في انه انا اديه بديل انا كده ريحته. نحن عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع علاج الاخطاء، انه نحن بنقفل الطريق، بنقفل يا الله، بنقفل بنقفل. اها قفلت الحقوني، افتحوا لي، انا دار امشي طوالي. انت بدل ما تقفل وري الفتحات بوين، وري الطريق بوين، وريت الغلط، وري البديل الصح هو شنو. انت كده بتخلي الناس تمشي لقدام، لانه لو ما حصل الحاجه دي الناس حتبدا تنفر من التربيه وتنفر من التوجيه، بيحسوا انه المربي والموجه هو انسان يقول حرام حرام، ما يجوز ما يجوز، غلط غلط، عيب عيب، عادات خاطئه، تقاليد خاطئه. اها الرايك شنو؟ الحل شنو؟ نعم استاذ يوسف، إقامة الزواجات في صالات الأفراح اللي بتكلف 60 و70 مليون، ده خطأ. طيب دقيقة، أسوي شنو؟ نسوي زواجات وين؟ الحلول المناسبة شنو؟ هل في صيوانات بتكون مثلا شكلها أنيق وجميل غير الصالات بنص التكلفة أو ربعها؟ الصيوانات العادية هل في زول بينتقدها للي سويتها؟ لاحظ أنا قلت الخطأ، وريت شنو؟ بدايش وريت الصح. يا سلام. زول بيقول لك أنا والله بتكلف مثلا في الزواجات مثلا تكاليف باهظة في كده وكده وكده، والكلام ده غلط وده بذخ وده وده. طيب أنا أسوي شنو بالطلبات اللي يطلبها الطرف الثاني؟ أتصرف معاه كيف؟ وريت الغلط، أدي شنو؟ بدايل. بدايل. يا سلام. نعم دكتور أيمن، النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان في حياته رفيق في كل شيء، وما كان الرفق في شيء إلا زاره، وما نزع من شيء إلا شانه. نحن في بعض الأحيان بتكون عندنا غلظة ربما تكون متعمدة أو حتى عن جهل، يعني بنغلظ على الشخص المخطئ. غالبا الشخص اللي بيكون عنده غلظة هو شخص داير الموضوع يتعدل بغض النظر عن الثمن الذي سيدفع، بغض النظر عن الثمن الذي سيدفع، هل هو إفساد علاقة
مع طرف ثاني، بغض النظر عن الثمن الذي سندفعه مقابل هذه الغيظة أنه أنا نفرت الطرف الثاني من الإصلاح ومن الخير ومن الحاجة الكويسة، بغض النظر عن الثمن أنا ممكن أدفعه اللي ممكن يكون فقدان إنسان قريب مني وعزيز على قلبي وإنسان أنا عندي به علاقة كويسة. فالإنسان الغليظ، الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، الرفق أي حاجة بحليها، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان عليه الصلاة والسلام أرفق الناس، الصحابي اللي بال الأعرابي اللي بال في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أطهر بقعة يأتي هذا الأعرابي وينزع ثيابه ثم يبول فيها، فالصحابة قاموا عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله، يا سلام لو هجمت عليه البول حيتشتت في بقعة أكتر، لو هجمت عليه حيتخلق حيكره الإسلام، لو هجمت عليه حتى. أيوة بدل ما يكون التلوث في الأرض حيكون في الأرض وفي الملابس، لو هجمت عليه حيتضرر صحيا من قطاع البول، دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم راعاها، لا تزرموا دعوه خليه لما يخلص خلاص الحصل حصل. بعد ما انتهى ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه البيوت بيوت الله، هذه المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله. فقال ما رأيت أحد أحسن تعليما منه، لحد ما في النهاية كما هي الزيادة عند الإمام البيهقي رحمه الله رفع يديه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يا سلام قصد الصحابة الذين يقوموا يهجموا عليه وديل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له لقد حجرت واسعا، رحمة ربنا دي لكل الناس، طبعا إذا صحت هذه الزيادة في الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمله برفق لما يجي الأعرابي ويشد من عليه الصلاة والسلام من قميصه لحد ما يؤثر على بردته ثم يقول يا محمد أعطني من مال الله ليس من مالك ولا مال أبيك، لا قروشك لا قروش أبوك، جيب قروش الدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم ثم يعطيه واديا من الإبل أو واديا من الغنم، فيرجع إلى قومه مصدوم لقد جئت من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيجوا معه قبيلته كلها داخلة في الإسلام. يا سلام شفت الرفق بيودي لوين. أنا لما نتعامل بالطريقة دي بكسب كل الناس. الحكاية دار تعويدة تعويدة خاصة للناس اللي أصلا طبعهم جافي، في ناس معليش على الكلمة دي في ناس أصلا كده صعبين، فالزول ده محتاج أنه يمرن نفسه. في ناس ربنا أداهم السهولة الحمد لله، يعني في ناس كده موضوع الرفق ده ياهم من الله ساي الحمد لله. دكتور أيمن أنا أتخيل منظر طفل غلط بعد ما يدقى ويتشتم ويدعو عليه وما يبين له الخطأ، ده عليك الله ده يمشي وين انت بس يعني تخيل بس نفسيته هو يعني صحيح. حاجه تكون صعبه جدا. المشكله ما في كده، المشكله لو الموضوع يتكرر مرتين وثلاثة وأربعة حتتلغي شخصيته، موضوع الثقه بالنفس اللي كان يتكلمنا عنه قبل كده حيكون معدوم تماما، وبالتالي لن يكون صاحب انتاج في المجتمع، لن يكون صاحب خير، لن يستطيع ان يؤثر في الاخرين. ده كله بسبب شنو؟ انك انت عملت الاشياء اللي ذكرناها دي اللي هي كل واحد منها أسوأ من الثاني. ترى يعني شرط ان احنا لازم نكلم الناس نقول له يا اخي انت غلطت، هل من وسيلة أخرى ممكن الزول ذاته يعرف أنه غلطان؟ أنت عارف يا أستاذ يوسف من الأشياء المهمة جدا في قضية تبيين الخطأ أنه أنا أخلي الزول يصل لمرحلة بالتلميح برا ويعرف الغلط بدون ما أنا أقول له، بدون ما أنا أقول له. ليه؟ الفرق شنو؟ أنت ببساطة أنا يا أستاذ يوسف شفتك عملت حاجة غلط وخفت أني أحرجك، نعم، فقمت لمحت عملت حاجة معينة، انت براك انتبهت انه في غلطة حاصلة فقمت ورجعت وحليت الموضوع براك بنفسك. في الحالة دي الموضوع بالنسبة لك حيكون مقبول تماما انه انا غلطت براي وانتبهت براي وصلحت براي. اخير ما يجيني زول يقول لي صلح. وعلى فكرة الحاجة دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير بيعمل عليه الصلاة والسلام التلميح عشان زول يكتشف غلط، ما بالو أقوام يا سلام، ما بالو أقوام يفعلون كذا، يا جماعة في ناس بيسووا كذا، يا جماعة يكون الكلام عام بعدك صاحب الخطأ براه ينتبه لخطأه ويستطيع أن يعالج الخطأ. من أهم قواعد الخطأ معالجة الأخطاء أنك تحاول قدر الإمكان تجعل الإنسان من غير ما تديه تصريح مباشر أنه هو فعلا يستطيع أن يعالج هذا الخطأ بنفسه. يعني إحنا دكتور أيمن في ناس بيعاتبوا بس يعني قصة الأولى إنه هو يعاتب، مع العتاب ده ممكن تكون في حاجة تانية عشان أنا أحسس الزول ده إنه يا أخي ما خلاص حملت عليه كتير. يا سلام جميل موضوع العتاب اللي من غير ذكر الإيجابيات حيرجعنا للنقطة الأولى اللي هي اللوام اللي قلناها قبل اللي ما في زول بريده، نعم، طريقة السندويتش اللي بيسموها علماء الإدارة طريقة السندويتش اللي هي عايز تشاكل خدت الشكلة في النص قبالة أدينا كده طرقة بتاعت عيشة كلام سمح وبعد طرقة بتاعت عيشة كلام سمح. أستاذ يوسف يا أخي والله إنت ما شاء الله تبارك الله فيك كده وكده وكده وكده، بالنسبة للملاحظة دي في ملاحظة بتاعت كده وكده دي ملاحظة مهمة زولي يصلحها قدر الإمكان، يا سلام. ومع ذلك يا أخي إنت ما في زيك إنت يا أخي أنا طمنته
وبعدين اديته الملاحظه بطريقه ظريفه وبعدين رجعت وطمنته مره ثانيه. يا الله النوعيه دي بتشتهي انه ينتقدوك. النوعيه اللي بتديك لعبه سندوتش انه كلام حلو بعدين ملاحظه وتختم بكلام حلو، النوعيه دي بتقول يا رب تجيب لي ناس زي ديل، اقل شيء كلامه حلو يرفع لي معنوياتي شويه حتى لو اداني الملاحظه في النص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يتكلم مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يا اخي لو لو تم قيام الليل مسك في الاولى دي بس يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم اداه شنو الجوانب الايجابيه. فالانسان دائما يحاول، انت لو عندك ولدك او بنتك قاعد يعمل له حاجه معينه وما نجح فيها الا بنسبه 30% 30% نجاح و70% فشل، غمض عن الحاجه اللي ما نجح فيها وعايل لشنو ال 30% وكبرها ليه وكبرها ليه، انت عملت وعملت 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 وبعدين هو براه وبعدين نسبة النجاح هتزيد، والفشل اللي كان حصل في المرات الجاية هيبقى أقل وأقل وأقل لحد ما يكون نجاح مستمر إن شاء الله بإذن الله. دكتور إيمان، في معالجة الأخطاء في بعض الأشخاص، يعني حتى لو أنت غلطت الآن غلط ظاهر بالنسبة لهم مفتش لك حاجات خفية ممكن حتى ناس تاني ما عارفينها، يعني يجي ينقب في الأخطاء اللي عندك أنت، بس هل دي كيف نعمل؟ خش الفيسبوك بس، خش الفيسبوك واقرا في الناس اللي حتلقى صراعات وعالم سواء بانواع انواع الصراعات، سواء حتى على مستوى النساء، على مستوى الرجال، على مستوى التصنيفات الدعويه، على مستوى تلقى في ناس بس شغله هي الشغل ده اللي هو انه الناس هاديه والناس ساكته، يبدا يبحث 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 يبحث. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعه الاسلاميه الزول لو لا قدر الله بيشرب الخمره جوا بيته انت ما مطالب انك تقتحم عليه والبيت ما دام استتر بالمعصيه. عشان كده من الاساسيات التي ينبغي للانسان ان ينتبه لها في علاج الاخطاء ان لا يفتش عن الاخطاء الخفيه. نعم. ما تفتش الحاجه الخفيه، خليك في الحاجه الظاهره، الحاجه اللي قدام عينك صلحها. الحاجه الزول داسيها منك، ما دام داسيها منك معناه هو حريص انه ما في زول يعرفها، معناه هو عارف نفسه غلطان، معناه هو حريص انه اللي قدامي يصلح غلطه. انا الا امشي افتش وراه، انا الا اخش لجهاز الكمبيوتر بتاع ولدي ده قطعه قطعه الا اشوف بيتفرج في شنو ودار يسوي شنو، انا الا امشي افتح اللابتوب او الموبايل حق ولدي او غيره عشان اشوف بيتفرج في شنو ولا بيتعامل مع انه حاجه داسيه خليها مدسوسه. انت ما عارف المدسوس ده صح ولا غلط، خليه كما هو، اذا ظهر ابدا عالجه. اما الشيء الخفيف اجعله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من طلب عوره اخيه طلب الله عورته حتى يفضحه. لا حول ولا قوه. عشان كده الانسان يكون حريص قدر الامكان انه عالج الاخطاء الظاهره، المستتر خليه لانه صاحبه اصلا هو حريص انه ما يظهر وبالتالي هو حريص انه يتعالج. ومن ستر مسلما يعني. ستره الله. يا سلام. دكتور ايمن، نحن الان زي ما انت ذكرت مساله وسائل التواصل دي، ان شاء الله بس يقولون كلمه طايره اشاعه ولا غيره في شخص تعال شوف الناس كلها تنهش. صحيح. بس هل يعني على كمسلم انا واجب تجاه هذا الشخص او حتى لو طفلي او زوج شغال معي مساله حسن الظن دي في بعض الاحيان بنلقاها ما في شيء يا دكتور. صحيح. ما في تثبت اساسا، ما في تاكد الموضوع حصل ولا لا. انا والله سمعت الاستاذ يوسف عنده غلط بيعمله كده وكده وكده، طوال اذا امشي اوجهه او ابدا اتكلم عن غلطه ده قدام الناس الثانيين أو, او 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 من قواعد علاج الاخطاء الاساسيه استفسر على الخطا. استفسر على الخطا اولا، اسال منه. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع انه الانصار زعلانين انه في توزيع الغنائم ادى المهاجرين كثير وهم اداهم حبه، ما جوجهم. اول جمله قال لهم عليه الصلاه والسلام شنو قال؟ يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم، انا سمعت انكم قلتوا كلام، شنو الكلام اللي قلتوه؟ اها معنى انا داير اتاكد، اول شيء اتاكد في حاجه حصلت ولا لا، ما حكايه انه طوال داير حاجب. ايوه صحيح. يا سلام. انا ممكن اكون غلطان، ممكن بعدين انا اقع في احراج انه اطلع الكلام كله غلط، والله ما قلته ولا سويت ولا عملته، ودي اشاعات وانت سمعت الاشاعات وجيت تعاتبني باشاعه من غير ما تتاكد منها، دي اشكاليه. الحاجه الثانيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المثال الثاني، عمر رضي الله عنه اشتكوا له انه في شخص ما بيصلي، فعمر رضي الله عنه ما مشى عشان يشاكله ولا قال له جملة ببساطة، قال له يا فلان زعموا أنك لا تمشي إلى الصلاة، قالوا أنك ما قاعد تمشي تصلي، الكلام ده صح؟ إذا المرحلة الأولى قبل ما أنا أخش في المعمعة بتاعة المعاتبة وأخش يديني وديه وأتناقش معه أتأكد أستفسر أتثبت مع حسن الظن، مع حسن الظن يعني أخذ في بالي أنه غالبا الكلام ده ما فيه، غالبا الكلام اللي قالوه ده ما موجود، لكن أنا سأتأكد. في 20 ثانية دكتور أيمن خلاصة تقول هذه الحلقة. حلقة جميلة ومشت سريع ما شاء الله. نواصل الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب خلاصة القول في هذه الحلقة أنه علاج الأخطاء
يحتاج من الإنسان إلى مهارة، عشان كده سميناه فن علاج الأخطاء. ما معنى مهارة؟ معناه يحتاج إلى كثرة ممارسة. ما أجمل أن نستفيد من الناس الكبار في السن أصحاب الخبرات، لأن هذه الاستفادة هي التي ستجعلنا نحسن كثيرا من أدائنا في مواجهة أخطاء الآخرين. دكتور أيمن الشيخ جمعة، سهل الاستشارة تخطيط الاستراتيجي الشخصي، كثر خيرك. بارك الله فيك. الله يديك العافية. شكرا، سنواصل إن شاء الله في هذا الموضوع يوم الأحد القادم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، تواصل هذه السلسلة إن شاء الله في موعدها من نفس هذا اليوم. نواصل غدا إن شاء الله في مسألة الطلاق العاطفي بين الزوجين فيما بعضهم، بين الزوجين وأولادهم، لصحبة الدكتور يوسف إسماعيل عبد الله. إلى ذلك الحين تحياتي والفريق العامل في أمان الله.